اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم السمك السنجاري التحفه ده، يعني بكل سهوله، يعني هيبقى هيتعمل معانا بكل سهوله. ودلوقتي كده هنبدا ونسمي الله، وهعرفكم بس الفرق ما بين السمك المكريل الاصلي والتقليد. دي طبعا الاصلي بيبقى لحمته طريه ولونه زاهي شويه، والسفة بتاعه بيطلع منه بيتهري منه مش مستحمل واحنا ماسكينه. والاولانيه اللي انا وريتها لكم دي ماسكه نفسها خالص، لونها شح شويه مش زاهي زي التانيه، والسفة بتاعها ماسك نفسه، هي يعني لحمتها ناشفه اصلا. هنا طبعا فتحته كويس، وعصت الساق بتاعي او الصينيه زيت، وحطيته على وشه، كفيته على وشه، وحطيته كده يا دوبك ظهره بس، حطه في الفرن تحت الشواية، يعني ما بولعش غير الشواية، واسيبه كده والي عليه مع لما يحمر ويستوي ظهره وتستوي، اكون انا عملت خلطة التتبيلة بتاعتي. تبقى عبارة عن 3 طماطمات وعطة كزبرة خضرة وثلاث فصوص ثوم وملح ملح بكمون وخل وليمون، عصرة ليمون، ونزود الكمون شوية هنا، حوالي ربع كوبايه من الميه بس. نقلب المكونات في الخلاط، يعني عشان الخلاط يلف بيهم. وطبعا هنا يعني كده خلاص، مع لما انا جهزت الصلصه او التتبيله دي كان السمك خلاص خد لون معايا زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا اهم حاجه لازم نحطه بالطريقه دي، ونحط عليه شويه زيت كمان من على الوش كده. طبعا خلاص خد لونه وبقى جميل. التتبيله بتاعتنا دي كده متظبطين حدقها وزي الفل معانا. هننزل فوقها كده، يعني سهل وسريع ومفيش احلى من كده. وخلاص كده احنا خلصناه، هندخل بيه نحطه على الشوايه. برضو احنا ما بنولعش حاجه خالص الا الشوايه، يعني السمك بتاعنا ده ما بيستوي بكل سهوله تحت الشوايه، يعني ما بنولعش اي حاجه تانية. وطبعا هنا ما بياخدش سوى، عينينا عليه على طول، كل شويه نحركه ونلففه عشان ما يتحرقش من مكان ومكان لا. وهنا طبعا السمك بتاعنا ده لازما جنبه رز بشعريه، يعني احلى حاجه الرز بشعريه، ما ينفعش رز صياديه ولا رز اي رز احمر، هو رز بشعريه. وطبعا الرز بشعريه يعني كتير عارف طريقته، واهم حاجه هنا واهم خطوه ان احنا نشوح الرز في الشعريه شويه قبل ما نضيف الميه، زي ما انا عملت دلوقتي. بنحط حوالي معلقه ملح ونظبط الحوض. وهنا لو انت بتعملي في حله المونيا زي كده، استحسن تعملي الخطوه دي، تدهني غطا الحله بشويه زيت، هنا بيمنع ان الغطا يزرق معاكي ويندف معاكي بكل سهوله. كده دلوقتي انا خلصت وطلع، وده شكله، واقدمه كده بالطريقه الجميله دي جنب الرز بتاعنا وشويه من السلطه، وبالف هنا وشفا. وياريت لو عجبكم طريقة السمك السنجاري النهاردة ما تبخلوش عليا باللايك والشير.